شيخ، هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم عندهم العالم الفلاني إذا قال قولا فهو المقدم، فلا يقدمون ولا يؤخرون إلا على قوله، فهل هذا من الغلو؟ نعم، لا يقبل قول العالم إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة، وأما ما لا دليل عليه فإنه يترك ولو كان من كلام العالم. يقول الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فكيف بغيره منه؟ نعم.